اه ولا انا انا خالص. لا يلا بينا يلا. المهم فقعدت 6 شهور مفشوخ. في 6 شهور دول والله لولا ان ربنا كان كرمني ان انا كنت بمنتيت قبليها والله احلف كنتش هتقدر مستحيل. عشان انا والله العظيم فاكر ايام على زي ما بقول لك اول ما انا خلصت تركي الاوضه دي دي حبيبتي الاوضه دي بالنسبه لي اهم من اي حد. هي مريحه قوي بصراحه عشان الاوضه دي انا كنت بخش بسمع مزيكا والله ببقى قاعد هنا انا بمنتيت على الارض وببقى قاعد على الكنبه بعديها يا اما بكتب يا اما بسمع مزيكا بعيط بحضن نفسي مكتئب وبحضن نفسي. لا ما دي حاجه بقى مش فرقت معايا ان انا في فترات ربنا الحمد لله كرمني بناس كويسه قوي في حياتي بس قبليها في وقت لما فركش كان في 3 شهور كده انا كنت سولو فشخ بقى كنت ماشي لوحدي. بالذات انت لما بيبقى معاك حد اصلا بيبقى واخد وقتك فبيروح فبيسيبك من جوه فاضي تلاقي بقى تقول صباح انت من جوه هولود ماشي بقى انا كنت لا اعرفش اصلا مين موجود ما اعرفش اي حاجه يعني لسه بقى بتشوف حياتك السوشيال لايف ايه بالزبط. انا هصحى اكلم مين لا وتبعت بقى الناس ما بعتهمش بقالك سنين فاهم قصدي وفكره ان انت تمرج مع شله انت سبتها من بين ثرو ذات عذاب بين ثرو ذات. انا بجد كنت بقعد لوحدي وانا بقعد انا بجد والله انا بقعد نفسي 6 شهور اوف. مع الوقت انت بتبدا تعلم نفسك ازاي بيبقى لسه عندك اللقطه اللي هو ايه يوسف انت ما تتعلقش انت دلوقتي بتهزر انت كده مش شغال بس في نفس الوقت بيبقى عندك اقول لك إيه؟ سر قولي. انا يوم ما فركشت يوم ما باباها كلمني وقال لي المواضيع باظت وخلاص احنا كان بقى لنا مع بعض 3 سنين من قبل الميديا كان عندي ان انا اقدم ادهم سليمان المغني صاحبي قوي فكان عايزني اقدمه في ساقية الصاوي بستاند اب صحيح. في اليوم ده وانا بلبس جالي التليفون ان احنا فركشنا متخيل ورحت طيب كنت بدخل اقدم الناس تضحك اخش في البريكات اعيط يا حبيبي والله وكبير الكلام ده من سنتين ولا سنه ونص وثلاث سنين كتير فاحنا كمان الشغله بتاعتنا احنا عشان ماسكين الكوميديا شويه يا لهوي انا عادي يعني انا ما عنديش حاجه اسمها كونتنت يوقف مكتئب مش مكتئب ميتين نازل بقول لك على حاجه ذاتس اميزنج بس برضو زي ما بقول لك ده الناحيه الثانيه بقى ده بقى يفشخك عشان ده انت بتخليك تبدا تعمل ايه ده بالظبط اللي حصل فشخ ده اللي حصل بالظبط فانا قعدت اول 6 شهور انا حاسس كل حاجه عشان انا فاكر كويس قوي في مديتيشن في واحد من الكورسات وانا بعملها كان بيقول لك بص الحل الوحيد ممكن تشرح لي اكتر بتعمل ايه يعني بتفضل قاعد كده بس في روزن مديتيشن في عامه مدرستين مديتيشن في الدنيا خلاص ليتس سي 50 و50 50% من العالم بيجي يقول لك ايه بص مديتيشن الهدف منه هو ان انت تعلم عقلك ازاي يفكر في الحاجه اللي انت عايزه يفكر فيها وازاي تو اكسبت اوكي الدنيا فبيقول لك ايه انت هتقعد هتفكر او هتحاول مش ما بتحاولش توقف تفكيرك عشان معظم الناس بيقول لك مديتيشن انا مش هفكر في اي حاجه مستحيل وانت دماغك مش معمول عشان تفكر دماغك جنريتس ايدياز كده وده حلو اوكي الحاجه الوحيده اللي انت تعملها ان انت هتحاول على قد ما تقدر تحط كل الاتاك فوكس في حاجه واحده الحاجه دي بتاعتك زي ايه بقى روحها صوت تكييف نفسك تتسحل في حاجه عاده الناس بيقولوا نفسك ليه عشان نفسك معاك في كل حاجه معاك في حياتك نفسك معاك في الاول انت فهيساعدك ان انت النفس انت متعصب صوت مريح ليك متعصب في عربيه في خارج في عزومه انت قاعد بس انا بزهق قوي ما هقول لك بقى على حاجه ثانيه النص الثاني من العالم بيقول لك ايه يو دونت نيد تو دو انيثينج تو ديزيرف تو بي ا هيومن انت من حقك تاكزيست وتبقى موجود متواجد حلو من غير لما تعمل اي حاجه فانت هتقعد ال5 دقايق دول هتدي لنفسك لجسمك ولعقلك الوقت حتى لو 5 دقايق قضيت اوكي ان انا من حقي اكون متواجد ده بيبدا يبلد عندك ايه اكسبتنس اوكي اي ديزيرف انت استعملت اي تكنيك هقول لك على حاجه انا قعدت النص الاولاني بستخدم التكنيك الاولاني اللي هو ايه انا محتاج افكر في حاجه عشان انا عقلي لما بيمسك في حاجه ما اقول لك طخ 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 كلنا يا سلام بقى لو حاجه اللي هو جادجمنت يوسف انت ليه عملت كده بس بقى ليه كله قاعد هو انا ليه لما جيت اتكلم مع وليد قلت الكلمه دي فهو حس ان انا بالذات بقى في البريك اب يا سلام انا ليه بقى قابل بقى بالليل تيجي طب عايز اخش نام من كتر ما انت مش قادر ثرو ذات كلنا مفيش حد على فكره مفيش حد ما عداش بالظبط وكمان عشان بس عارف قليل قوي تلاقي حد بقى متصالح مع نفسه ان انا في عيب عايز اصلحه ما هي المكابره الفظيعه انا كنت كده على فكره خلي بالك انا زمان غير دلوقتي زمان حاجه تانية انت ما شاء الله باين جروث رهيب لا انا زمان ديزاستر لا انا زمان ديزاستر انا كنت اللي هو يعني انا فاكر مثلا زمان قوي بقى قوي 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 وفي العشرينات في اوائل العشرينات يعني لا كنت بخليها تتصور قبل ما تنزل انا كنت هذا الشخص كان معايا الباسوردات انا كنت مريض نفسي
كان عندي تراست ايشوز، كان عندي سيلف كونفيدنس، كان عندي اي كلمه ايشوز حط اي حاجه اي ارمي افتح واحط. اه والله yeah. اه لا انا كنت ديزاستر. بس اقول لك على حاجه، انا شكا انا بجد 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 احنا كنا شبه بعض نيك بجد. انا امان كنت تبعد، كنت خرق عندي اللي هو لقطة توصل عادي اصلا عليها نبقى نازلين رايحين حتة اللي اصلا نازل لابس حاجة معينة اللي هو لا 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 حاجة مسخرة هتروح يلا. انا قصير، انا مش طويل اوكي، وحياة امي انا فاكر انت مش فاهم قد ايه انا كنت، انا كنت قد كده يعني انت هنا كان بجد اقسم بالله كان في اوقات مثلا معينة بقى عازمين في حتة شيك فهي نازلة بكعب. شكرا الخروجة اتلغت. نزل بكعب فهي واقفه جنبي، هي مثلا اطول مني بسنتي. لا ازاي وازاي ازاي انا راجل بس انا اقصر منك. ما احنا انا بقول لك احنا تربينا تربيه حلوه حلوه في الايديوكيشنال واي، احنا تربينا تربيه حلوه في الايديوكيشنال واي. في السيلف بقى اويرنس واي انت ما جيتش ما كانش في بنا. انا كنت تربل عشان كده لما اقول لك اي كان ريليت للقصه بتاعتي. ايوه كنت وحش فشخ، والبنت فضلت معايا فدت معايا. هي برضه هي عندها تروما برضه في سكتها. بس انا كنت بعذبها، انا كنت وحش كلنا عشان كده. مهم قوي 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 عشان كده انا ضد العلاقات على فكره البدري. اي اجري الصراحه يعني. واقول لك على حاجه، انا ضد فكره ان انت ما تقعدش فتره لوحدك، تلاقي صوت لوحدك، تلاقي تكتشف انت مين بره عن العلاقه. بالظبط. بس لما تخش علاقه، العلاقه دي بتشقلبك بقى. انا عندي كنت اعرف واحد الشاب ده من المدرسه وهو في علاقه. يا لهوي مدرسه جريد 10 ل 12 رجع جاء اي تيك من قطر جاء مصر. اول لما جاء دخل جامعه صاحب 4 سنين جامعه مصاحب. ده انت عارف ده عنده مشاكل فشخ بقى. ده عنده مشاكل مامي ايشوز. عنده حاجات كتير. لا دي مامي ايشوز صرف. عنده حاجات كتير. اللقطه كلها بالنسبه لي، اللقطه كلها هو ان انا لازم ابقى عارف مين يوسف برا عن بنت او علاقه او حب. ليه؟ عشان انا محتاج ابقى عارف انا مين، عشان لما اخش علاقه ويحصل مني موقف مخيش تبقى روتد، تبقى انت روتد في فاونديشن واقف عليها. صح مشكله. صح والله فاهم قصدي. بس انا هجرب المديتيشن ده بجد بجد يا حبيب. انا هعمل كده. هي بس اللقطه اتس فيري ديفيكلت، اتس ديفيكلت في الاول لقطه ان انت اصلا تقعد لوحدك. اتس ديفيكلت قاتله. بس صدقني يا ابني ده انا كنت بفرك من مصر لدبي ساعتين ساعتين ونص ساعتين تقريبا كنت بموت. انت مش فاهم انت انا انت وموبايلاتي بقى فصلت يا دي. كنت بموت. انا هنا وانا عندي 33 سنه عرفت يا وليد انت ما بتعرفش تقعد مع نفسك. هنا لما انقطعت بيك السبل وما فيش حد وانت قاعد في طياره، وبعدين انت عارف في الطياره برضو انت مسافر من مصر فانت برضو عايز تفضل لو بروفايل عشان ما حدش يضايقك بقى، يفضل ماسك ودنك طول الطيران بقى ويقعد يسالك فانت قاعد اللي هو ساعتين ما عرفتش اقعد. صدقني هجرب وهقول لك. لا والله ثانك يو فور ذا ستيب بجد حبيبي اوف كورس. وانا لا انا مش بهرج، انا هبعت لك عايزك تخش باليوزر نيم والباسورد. هعمل كده هعمل كده عشان في البريميوم اكاونت ده انا قررت اجي اشتري انفست فيه بعد 6 شهور. قعدت 6 شهور بمانتيت او زي خلاص لا انا هجرب اي هاف تو دو. والحلو ان في بقى ايه كورسات بالدين، كورس عن انكزايتي، كورس عن مثلا اسمه ايه البرنامج عشان الناس كلها تسالك في الكومنت. اسمه كوم ابلكيشن اسمه كوم CALM كوم. كوم اوكي بالظبط نايس هدوء تحفه. واقول لك في مزيكا وفي ليبرون جيمس مثلا عامل سيريز كامل ازاي تبقى تشامبيون. معرفش في بودكاست عليه. بص تكلم انا هتسحر فيه ده. لا 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 تسحر فيه بجد محتاج والله.